اهلا بيكم، عاملين ايه في قناتنا؟ دلوقتي هنوريكم باندا البول. تعالوا يلا بينا نحن سوا. ده هو باندا البول، في قطور حاجات بسيطة كده. ده للتسويق، سوبر ماركت للتسوق. ده اسمه باندا البرج. بيبقى ليه 3 ادوار. ده كافيه كده. هسيبكم بقى تتفرجوا براحتكم، في حاجات كتير حلوة هنا. دوت السوبر ماركت الكبير اللي بيبقى فيه الحاجات زي السوبر ماركت كده. دلوقتي انا هطلع المصعد فوق. طب دلوقتي المصعد تقريبا متعطل. خلاص كده شكله كويس. صلح كويس. خلاص كده احنا طلعنا وصلنا بالسلامة. دلوقتي ده الدور، مش عارفة دور كام تقريبا. الدور الثالث بيبقى فيه محلات الألعاب ومحلات الفساتين. يعني زي المول كده، هو اصلا مول. بيبقى فيه بقى محلات مجوز البيت وبيتزا وحاجات كتيره. في كل حاجه تتخيلها كتيرة. ونشوفكم في فيديو تاني وحلقة تانية، ويا ريت تشتركوا في الفيديو. مع السلامة.